تقدم أقارب وأصدقاء أبطال المئة السماوية الذين سقطوا إبان ثورة الميدان في عام 2014 تقدموا بطلب إلى المدعي العام الأوكراني، دعوا فيه إلى عودة المدعين العامين السابقين الذين أشرفوا على التحقيقات في هذه القضية وفق ما صرحت به المحامية يفهينيا زاكريفسكايا. ويطالب أقارب ضحايا الميدان بإقالة كل من ألكسندر شيفيلينكو وسيرهي كوتسي ودينيس بوتين من مناصبهم وعدم مشاركتهم في المحاكمات الجنائية اللاحقة، وذلك لتأييدهم إطلاق سراح أفراد من الشرطة الخاصة بيركوت المتورطين بأحداث القتل في الميدان.